اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وانصر أهل جمعيات جمعيات